أهلاً وسهلاً بكم. حلقة الليلة حلقة رياضية كاملة في الرياضة، نتحدث فيها عن التجمع الجميل اللي موجود بكأس العالم في نسخته العربية في قطر. تعالوا معنا نعيش هذه الحلقة في بيت للكل بالكلمة والتحليل، ونتابع معكم ما تشاهدونه من كأس العالم في قطر. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بيت للكل، وتحديدا من فلسطين ومن رام الله. وفي هذه الحلقة نتحدث حول النسخة لعام 2022 للمونديال في دولة قطر، التي كان الحضور الفلسطيني فيها طاغيا وحاضرا في قلوب المشجعين، في قلوب الجماهير، وفي قلوب اللاعبين، وبأعلام فلسطين الخفاقة في هذه المناسبة العالمية. نعم زملائي، المشهد المفرح من جميع بلداننا العربية، مصر، الأردن، فلسطين، المشاهد الجميلة حقيقة في كمية الفرح الكبيرة من أجل مونديال قطر وكأس العالم، وأيضا الاحتضان العربي الكبير ونجاحات المنتخبات العربية في هذا المونديال. أيضا المشهد من العراق مفرح، وهناك مسلط الضوء على بقع جميلة من خلال هذا المونديال. مونديال قطر 2022 كانت الفرصة الذهبية للم الشمل العربي ودعم ومساندة دولة قطر الشقيقة. الفرحة جمعتنا بفوز تونس على فرنسا وسعودية على الأرجنتين، وكانت المغرب المتأهلة للدور الثاني من المونديال عنواناً لفرحة الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج. تمام فعلاً يا إبراهيم، الإرادة العربية كانت واضحة جداً، وكمان الأعلام العربية كانت في كل مكان. مش بس كده، كمان كان في الشهامة العربية، القصة اللطيفة البسيطة اللي كانت موجودة عن الشهم الفلسطيني المشجع الجميل اللي شاف بنت شايلة ولدين على كتفها، فقرر ان هو يساعدها، ياخد ولد من الولاد ويوصلها لحد الفندق المقيمة فيه. المفاجأة ان هو ما يعرفش طبعا مين البنت دي، وطلعوا ده حفيد مدرب البرازيل. طبعا المدرب البرازيل لما عرف قعد يدور مين المشجع ده وايه اللي حصل، فعرف ان ده مشجع فلسطيني، وطبعا كرموه. فلسطين دايما موجوده بالشهامه وبالقوه، دايما موجوده ودايما رفع علمها بالشهامه كمان. الرياضه حاله حلوه، والرياضة كمان فيها حالة كده بنعيش فيها ما بين التلاحم والتنافس وكمان عادات وتقاليد، وبالذات لما نكون في منافسات كبيرة عدد من الدول، فأنت مش بس بتشاهد الفريق اللي أنت بتشوفه، أنت كمان بتتعرف على المشجعين وعلى عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم، وقد إيه بتبقى يعني حالة ملحمية رائعة. العرب الأيام دي بيعيشوا حالة حلوة كلهم، لأنه كأس العالم هذه العام كله في كده الطابع العربي، السحر العربي. كلنا نحتفل بكأس العالم في قطر، والجميع يتلاحم على أرض قطر من أجل كأس العالم. مين الدولة اللي هتفوز وإزاي هيبقى المشهد هيكتمل حتى النهاية، ده اللي خلانا في بيت للكل إن احنا كمان نمسك الكورة ونبدأ معاكم. ضيفي برحب بالناقد الرياضي الأستاذ عمرو عزت. مساء الخير. مساء النور أستاذ شفقي، أهلا بحضرتك. يعني الدنيا كورة جدا، فعايزة أعرف منك كده المشهد زي ما أنت شايفه، يعني شايفه إزاي وشايف هذه النسخة اللي فيها مسحة عربية ولأول مرة؟ يعني خلينا نبتدي من أول التنظيم بتاع قطر. يعني التنظيم كويس جدا، رائع جدا، يعني مش كويس حتى، احنا نقدر نقول رائع. يعني دولة مثلا زي قطر صغيرة في المساحة، إنك تقدر تستضيف الملايين من الجماهير من كل حتة في العالم، في ممكن شكاوى بس يعني تتعدى على الصوابع. يعني اجمالا يعني كل حاجه ماشيه كويس، الجماهير قاعده كويس، الملاعب ممتازه، تنظيم الدخول حاجه رائعه، يعني ما شفناش مشكله كبيره ظهرت على السطح خلال الايام اللي فاتت كلها، فيعني حاجه مبهره جدا، تحسب لينا كلنا كعرب، وطبعا تحسب لقطر الاول ان الموضوع ده معاهم يعني من حوالي من 2006 تقريبا، اول صح ما اعلنوا. ملف كبير شغالين عليه، شغالين بقالهم كام سنه، يعني حوالي مثلا 15 17 سنه، بنيه تحتيه وملاعب يعني حاجه عظيمه، لان هو كان قبل كده ما كانش فيه الحاجات دي، فكون ان انت تاخد ملف كبير زي ده، حدث عالمي الناس كلها مستنياه، وتقدر تطلع بالمنظر ده مع صغر المساحه، فدي حاجه طبعا مشرفه جدا. تعال ندخل بقى في المباريات.
على طول. يعني تعالى ندخل كده، بما ان احنا بنقول انه في لمسه عربيه باينه جدا في كاس العالم، فخلينا نبدا بالفرق العربيه ونقول يعني ادينا كده تقييم عن ما حدث للفرق، ما تبقى من فرق عربيه بتلعب الان المغرب، فخلينا نشوف كده تقييم. يعني لما اول ما القرعه اتعملت مثلا ما كانتش التوقعات كبيره، لان دايما الفرق العربيه بتقع تصنيف ثالث او تصنيف رابع، فدايما بيبقى فيه مثلا فريقين او ثلاثه اقوى من الدول العربيه. تمام. لكن لما البطوله ابتدت احنا شفنا مثلا اول مفاجاه لما السعوديه كسبت الارجنتين. يعني بعيدا عن قطر، الاول لو هنتكلم عن قطر ان مثلا هي لسه اول سنه تشارك في كاس العالم، كان في رهبه كبيره جدا في مباراه الافتتاح، كانت واضحه قوي طبعا مع اكوادور. فعشان كده قطر يعني مثلا مش هنسقيها هي الدوله المستضيفه، لكن هنتكلم عن بقيه الدول العربيه اللي شاركت اكتر من مره. فابتدينا من السعوديه، اول ماتش مع الارجنتين، واحد من المرشحين ان هم ياخدوا البطوله ميسي والحاله اللي عاملها ميسي، ومع ذلك السعوديه بتكسب، بتفجر مفاجاه يعني كبيره جدا طبعا، بتخلي الناس كلها تركز مع السعوديه وبقيه الدول العربيه. بس للاسف بعد كده الماتشين التانيين السعوديه خسرت فيهم، يعني المجهود ما اتبذلش بنفس، او المجهود وقع. بس خلينا نقول انه العناوين الرياضيه اللي كانت موجوده في العالم كله كانت حتى عناوين تتخطى الرياضه. يعني انا فاكره عنوان للسي ان ان كان بيقولك وكأن السعوديه هزت جبل، فعلا يعني دي حقيقة. كانت عناوين بهذا المعنى، يعني انت تبقى خسران كمان من الارجنتين 1-0 وترجع الشوط الثاني، فكان حاجه يعني عظيمه جدا. كله كان متوقع ان السعوديه ممكن تقدر تكمل، لكن جه الماتش الثاني بتاع بولندا الاول كمان والسعوديه خسرت فيه، فكان لسه الامل موجود كمان في المكسيك، بس للاسف السعوديه ما ظهرتش بالمستوى. صحيح. نفس المستوى مع المكسيك، بس كانت موجوده على الاقل، جابت جول، وهي والمكسيك خرجوا في النهائي. هما الاثنين خرجوا. احنا دايما عندنا في العرب يعني في حته اسمها اللي هي التمثيل المشرف، دايما يعني احنا ايوه نفسنا نتخلص منها. المغرب هو المنتخب الوحيد اللي قدر يتخلص السنه دي، لا هو معاهم فريق كويس، مدرب محترم، صدقوا نفسهم فقدروا يصعدوا اول في مجموعه فيها بلجيكا وكرواتيا. فيعني انك تطلع بلجيكا وتصعد انت اول وكرواتيا تاني، فدي حاجه كبيره جدا طبعا. خلينا برضو نقول انه ده اداء مبهر للسعوديه، اعتقد انها هتتعلم منه، وممكن تبقى يعني في كاس النسخ القادمه يبقى لها وجود اكتر، لانه في يعني شفنا مهارات ولعب كبير. لازم خليني اروح بقى، عايزه اروح على تونس مثلا. تونس ابتدت تعادل مع الدنمارك، وهي كانت افضل كمان، يعني كان ممكن تكسب الدنمارك، بس دايما برضو الحته اللي هي احنا مثلا متعادلين فنفضل اللي هو محافظين على النقطه، لكن مثلا انت افضل، طب ما تهاجم، ما تسجل طالما انت افضل. جه الماتش الثاني كان يعني استراليا اقل كتير من الدنمارك، فجت تونس خسرت من استراليا. دايما احنا عندنا بالعكس في مع المنتخبات العربيه تلعب قدام الكبار، كانت في ماتش فرنسا عظيمه، ماتش فرنسا جول في الدقيقه الاولانيه تقريبا، يعني انت تكسب فرنسا وتخسر من استراليا، واحنا عندنا دايما كده بنلعب قدام الكبار يعني حاجه عظيمه قوي، وبعدين نيجي قدام المنتخبات الاقل ما نظهرش. يعني احساس فرنسا ايه وتونس بتحرجها؟ يعني تونس مش هتستفيد ولكنها احرجت يعني المرشح على كاس العالم. فرنسا بطل العالم كمان، وانك هو ماشي لو اتكلمنا ان هو ريح بعض اللعيبه، بس هو اسمه فرنسا، يعني اي لعيبه هتنزل هي بس نزلهم بعد الدقيقه الثانيه، نزلهم بعد كده، وكان فيه النتيجه 1-0، كانوا هم متحمسين جدا وكانوا عايزين يتعادلوا، ان انت مثلا وحس كده لا ان تونس ما بتهزرش، فراح منزل بقى تفضل حاجه في التاريخ ان انت خسران في كاس العالم من تونس. يعني بعد كده التاريخ مش هيفتكر بقى مين اللي كان بيلعب ولا طبعا مين اللي ما كانش بيلعب. فهي برده نقطه مضيئه، يعني خلينا نقول تونس وفرنسا ماتش تاريخي طبعا، السعوديه والارجنتين ماتش تاريخي، ويليهم المغرب وبلجيكا. والمغرب وبلجيكا طبعا حاجه طبعًا تاريخيه، واللي عملته المغرب كمان بالصعود ده انجاز طبعا تاريخي كبير. طيب خلينا بقى نروح على الفرق الكبيره، يعني اللي احنا اتصدمنا خروج المانيا مثلا. والله صدمه للالمان، الالمان مهزوزين من اول الكاس العالم، من الكاس اللي فات كمان. يعني هو خرجوا من الكاس اللي فات، الاول خدوا البطوله بتاعه 2014، كاس 2018 خرجوا منه من الدور الاول. فالمفروض انت يعني تكون زي ما نقول مثلا لميت نفسك، قدرت يعني ترجع هيبتك في الكاس ده، بس ده ما حصلش. تبتدي الكاس بصوره سيئه جدا، بتخسر من اليابان اول ماتش، بتتعادل مع اسبانيا بالعافيه، وبعد كده كمان كنت هتخسر من كوستاريكا. يعني كان في الماتش نفسه كوستاريكا اللي هي اسبانيا يعني خسرتها سبعه
فانت كنت خسران في بعض الوقت 2-1 من كوستاريكا، فده مش منتخب المانيا ابدا يعني. منتخب المانيا عنده نواقص كتير جدا، وهو معترض من اول البطوله يعني، عنده روح كده سلبيه يعني، في تركيز كمان في حاجات تانية، حاجات يعني تانية اعتقد يعني ان هي يعني خدت من طاقه المنتخب بعيدا عن الكوره يعني. المفروض اللعيبه يعني حتى لو ده مثلا يعني تركيز مثلا سياسي بره مثلا، انت كلاعب مالكش دعوه بالكلام ده، مش لازم انت المفروض تكون نازل مركز في اللي انت بتلعب عليه. لو اتكلمنا عن الاداء الاوروبي والاداء الامريكي اللاتيني، فاحنا بنتكلم على فرنسا وانجلترا وهولندا وبولندا، وبنتكلم على برضو اللي هما متواجدين يعني ارجنتين برازيل اورجواي خرجت خلاص، فمين الافضل؟ هو يعني في الطريقين بقى في طريق اوروبي وفي طريق لاتيني. يعني البرازيل والارجنتين واقعين في طريق بعض، الناحية التانية فيها فرنسا وانجلترا وكل دول في ناحية، والناحية التانية يعني على الورق البرازيل والأرجنتين هم الأقرب ان هم يلعبوا بعض في الدور قبل النهائي. فهيبقى غالبا بنسبة كبيرة جدا النهائي هيبقى أوروبي لاتيني، يعني البرازيل والأرجنتين اللي هيكسب منهم من ناحية، والناحية التانية بقى في يعني صحيح. مثلا حرب أوروبية على الناحية التانية. أعتقد ان ده هيبقى كاس عالم يعني اللعب بين القارات يعني، لانه يعني كان في نسخ في كاس العالم كان اوروبي. ما هو كمان من 2002 البرازيل اخر نسخه خدتها في كاس العالم، بعد كده يعني احتكار اوروبي لامريكا اللاتينيه ما خدتش، فالحلم انه يرجع لامريكا اللاتينيه تاني. وهم دلوقتي كمان يعني كرويا افضل من يعني البرازيل والارجنتين على الورق مثلا مع فرنسا، يعني هو دول افضل تقريبا ثلاث منتخبات ظهروا في طب ما نرتبهم يعني، تعالى ندي ارقام يعني. توقعي انا بالنسبه لي انا الماتش بتاع البرازيل والارجنتين ده هو اللي هيحدد يعني اللي هيصعد منه نهائي، اعتقد هو اللي هيكسب، هو اللي هيحدد يعني. بالنسبه لي البرازيل الارجنتين فرنسا دول ثلاث منتخبات اقوى ثلاث منتخبات. الفرق الافريقيه عاده كانت بتبقى اجمد من كده، انا حاسه ان هي كاس العالم ده الفرق الافريقيه مش بقوتها يعني رغم ان الكاميرون مثلا عملت ماتش حلو قوي يعني، وحاولت ان هي برضو تحرج يعني المنافس في الاخر لكن كان توقعات ان يبقى الدنيا اقوى من كده في الفرق الافريقيه. يعني هو لو اقوى فريق افريقي هو السنغال يعني بطل صحيح. افريقيا بس جات لهم الصدمه الكبيره قبل المونديال بكذا يوم باصابه ساديو ماني، بس رغم ده ان هو قدروا يتغلبوا على ده نفسيا قبل، بس الحقيقه اشادوا بيهم انه بغياب ساديو ماني لكن هم متواجدين. ايوه قدروا يتغلبوا نفسيا، دي تعمل هزه كبيره يعني. واحد مثلا هو ساديو ماني مثلا بالنسبه للسنغال زي محمد صلاح بالنسبه لنا طبعا. كده يعني من غيره هم مثلا المنتخب مش هيبقى بنفس القوه ابدا، لكن هم قدروا يتغلبوا على ده وصعدوا الدور الثاني، فدي حاجه كبيره طبعا بالنسبه لهم. بما انك جبت سيره محمد صلاح، احنا مش موجودين في كاس العالم، والحقيقه احنا في مصر بنتفرج بس عندنا حته ناقصه في المشاهده يعني، حتى الشعب المصري مش عارف طب اشجع ده لا اشجع ده، فشجع فريق يلاقيه اتغلب، فمش عارفين نروح مع مين يعني. طبعا كان في تشجيعات لكل الفرق العربيه وما زلنا مع المغرب اكيد يعني. لكن عندنا حاجه حلوه، عندنا الكوره، الكوره اللي بتجري في الملعب هي صناعه مصريه وتحت عنوان اسم الرحله، اعتقد ده برده حاجه حلوه انها تبقى موجوده بصناعه مصريه. اكيد طبعا ده انجاز كبير وفخر لينا، رغم مثلا الكلام اللي طلع ساعه لما يعني تم الاعلان ان الكوره مصريه، بعض الناس قالت ان لا الكوره صناعه باكستانيه، وانتشر الكلام كتير جدا على السوشيال ميديا، والدكتور مصطفى مدبولي رد بنفسه ببيان من الحكومه طبعا ان لان هي كوره مصريه يعني حاجه تم زي صناعتها تماما في مصر وشكلها في مصنع في المصنع طبعا، ودي مصر. حاجه حلوه لمصر طبعا، ان يبقى انت برضو بتشارك بالادوات الرياضيه المهمه بتاعه العالم. اكيد وده يعني خطوه نقدر نبني عليها كمان لقدام ان شاء قدام. الله. طيب قبل ما اروح لملف 2030 واستضافه كاس العالم المصري السعودي اليوناني، عايزه الاول اعرف اللعيبه يعني، كان في صدمات في ميسي، في يعني في صدمه في اكتر من لعيب، وفي لعيبه برضو عملت مفاجآت. الاداء الفردي للعيبه، فمثلا في مبابي مثلا هداف كاس العالم طبعًا. حاليا ميسي ما ابتداش كويس بس ابتدى يجيب فورمته كده يعني قدام السعوديه، ما ظهرش بالصوره المطلوبه وخسر بينالتي مهم برضو بعد كده، ضيع بيلين قدام بولندا، بس بعد كده يعني ميسي ابتدى يظهر. الماتش بتاع دور 16 قدام استراليا ظهرت النسخه الحقيقيه بتاعت ميسي، لسه رونالدو ما مش هو رونالدو يعني ما ظهرش بالمستوى. ايه المشكله لميسي ورونالدو يعني دول الاكثر خبره
الأكثر احتراف، إيه اللي حاصل في كأس العالم ده بالنسبة لهم؟ ولا هي ممكن تيجي كده؟ هو في ضغط كبير جدا على ميسي، يعني دايما المقارنة بينه وبين مارادونا، إن مارادونا جاب كأس عالم 86 بالنسبة للأرجنتينيين طبعا. يعني فأنت ما جبتش كأس العالم مهما عملت، يعني ممكن تكون ميسي يعني عمل ميسي العظيم بس اسمك مش في التاريخ تحت كأس العالم، كأس العالم. ففي ضغط كبير محطوط عليه، اللعيبة اللي جنبه كمان مش أعلى حاجة، مش أحسن منتخب، بس الأرجنتين عندها ميسي، يعني هو الوحيد اللي يعني ممكن الأمل فيه هو، يعني هو حاطين الأمل عليه هو، فهو وده آخر كأس عالم بالنسبة له، هو أعلن كده هو ورونالدو. فلو ما جابوش، لو ميسي أو رونالدو ما جابش كأس العالم خلاص، يعني بعد كده رونالدو تقريبا هيبقى 41 سنة الكأس الجاي، ميسي 39 تقريبا، فخلاص صعب جدا، يعني هو ده آخر، فده يعني مسبب ضغط عليهم كبير جدا. هل كبر السن برضو فرق في المهارة والأداء، ولا هي الفرق واللعب والحظ؟ هو فارق اكتر مع رونالدو، يعني رونالدو حته السن فارقه، زائد موضوع التصريحات اللي هو دخل نفسه فيها قبل المونديال، وانه ساب مانشستر يونايتد، حط على نفسه ضغوطات زياده هو ما جداً. كانش يعني ما يعني كان ممكن يتفاداها، وما كانش يعني محظوظ، يعني وجوده في مانشستر يونايتد هو اختار غلط من الاول، ما يعني اضافش ليه كتير، هو لما رجع اختار غلط، يعني انت كنت ساب يوفنتوس كان ممكن تختار، كان جاي له مانشستر سيتي، لو كان راح مانشستر سيتي كان الوضع بقى مختلف تماما. صحيح. مع جوارديولا، مع الحاله اللي عاملها السيتي يعني. صحيح. فده مزود عليه كمان ضغوطات كبيره جدا، الناس كلها بص عليه، الناس كلها مستنياه، فمحطوط تحت ضغط. فمحطوط تحت ضغط. وهي دي يعني هي دي كمان ضريبه انه ابقى احسن لاعب في العالم، اشهر لاعب في العالم. صح. هي دي الضريبه. طيب هنروح بقى للملف المصري السعودي اليوناني واستضافه كاس العالم 2030، شايفه ازاي؟ وكأمنيات اكيد كلنا نتمنى اننا نشوف حدث زي ده في الدول العربيه تاني، وخصوصا مصر يعني اكيد، بس على الارض الواقع لو هنقسم الموضوع، كاس عالم 2030 ده هيكون فات 100 سنه على انطلاق كاس العالم. تمام. فكل في دول كتير جدا هتتقدم، كلها ملفات مشتركه، في منها مثلا ملف زي الارجنتين واوروجواي وباراجواي، المجموعه اللاتينيه. وعشان اول كاس عالم اتعمل في اوروجواي، فممكن ان هو اوروجواي عايزه تنظم كاس عالم تاني بعد 100 سنه. تختم عندها. مش تختم، يعني تختم 100 سنة. يعني 100 سنه يبقى عندها، فاغلب الترشيحات ممكن تروح الناحيه دي، ان هو حدث زي كده. في انجلترا هتتقدم برضو بعرض الكاس عالم 2030، فانجلترا بتقول ان هو ان احنا مهد كره القدم، وان احنا نستحق احنا اللي عملنا البدايه، ننظم الكاس عالم اللي هو بعد مرور 100 سنه. في المغرب كمان كانت قالوا ان هو يقدم، فمنافسه شديده، يعني كبيره جدا. فانت بس هل ما تشوفش ان هذه النسخه العربيه هي برضو ورقه حلوه، انه والله احنا نكررها؟ هو يا ريت، يعني ومصر باسمها التاريخي برضو هيدي اختلاف، يعني هو يا ريت، اكيد كلنا نتمنى، لكن لما نبص للموضوع من ناحيه الفيفا صعب ان هم يدوها مثلا قريب تاني للدوله العربيه، يعني انت قطر مثلا، بس لو بقينا مصر السعوديه اليونان معانا بلد اوروبيه، بس الاغلب يعني هتبقى عربي. مصر والسعوديه، يعني هو مصر والسعوديه التحكم الاكبر هيبقى بين مصر والسعوديه بالظبط. فصعب قوي ان هو دايما، هم حتى في الكاسات قبل كده، مش عشان دول عربيه او كده، ما كانوش بيدوها لنفس القاره مرتين، يعني ما تلاقيش مثلا اوروبا بتنظم اتنين ورا بعض، او اسيا بتنظم اتنين ورا بعض وهكذا، فصعب اننا مثلا يدوها لدول عربيه تانية. كاس العالم يعني في الاخر هو اللي يعني هيختار هو هيروح فين مع الفرقه الاكثر حظ والأكثر مجهود واللي بذلت مجهود أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا الناقد عمرو عزت، نورتنا في بيت للكل. شكرا. وأيا كانت هي الكرة، يعني على الأقل كأس العالم كله في بلد عربي، فيعني إحنا كعرب يعني فوزنا، وبما أن الكرة صناعتها مصرية فأنا شخصيا كمصرية سعيدة جدا. شكرا لحضرتك، مبسوط. بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى تكونوا استمتعتوا باللقاء ده في بيت للكل، وما زالت الكرة موجودة، أرجو أن تستمتعوا بكل المنافسات. بداية دعوني أرحب بالباحث والأكاديمي والأستاذ الدكتور أحمد رفيق عوض. أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج بيت للكل. أهلا بك. قبل أن نستهل هذا النقاش، دعنا ننتقل إلى هذا التقرير وإياك والسادة المشاهدين، الذي يتحدث أكثر حول المشاركة الفعلية والسياسية والوطنية لدولة فلسطين في هذه النسخة من المونديال. هي فلسطين
وكما عادتها دائما تحسم النزال لصالحها. كيف لا وهي البارة الصابرة المحتسبة الموعودة بالخلاص الأكيد. فلسطين القابضة على الجمر، المقيدة بسلاسل الحديد والنار، ولكن ذلك لم يحل بينها وبين الظفر بالفوز المؤزر. هو الأمل وهو الرهان وهو وعد الله عندما تنحاز لفلسطيننا مختلف مشارب الأرض ومنابتها، يحملون رايتها، يرفعون شعار خلاصها، ويعلون نشيدها، ويهتفون باسم رموزها. يا الله، كم أنت واسع الرحمة والحكمة يا رافع البلاء. لم تخذل شعوبنا العربية ولا شعوب البسيطة كلها فلسطين. الكل في الشقيقة قطر، عراق وألوان وأنساب ومنابت، لفظ الاحتلال هو التضامن والتعاضد الذي فاق أبعاد اللعبة، بحيث كان الحضور وكانت فلسطين أيقونة البطولة. ورغم أن ثمة صراعا كونيا محموما على النصر الكروي والفوز بالبطولة الأغلى، فقد انجرفت الجماهير صوتا مدويا وعواطف جياشة لا لبس في صدقها وعفويتها، وصدحت الحناجر المنادية بحرية فلسطين وشعبها العظيم. وهذا هو الانحياز الأخلاقي ببعده القيمي الإنساني الذي ينبذ الاحتلال وسوء صنيعه ويلفظه من بين منابت الأرض المختلفة، وهو الذي اعتقد باطلا أنه بات جزءا من النسيج الإنساني والعربي تحت سقف التطبيع الباهت الفاتر وأنى له ذلك. هذا ما بحت به الحقيقة التي تجرع قادة الاحتلال مرارتها وتداعوا عبثا لترميم صورتهم الساطعة في الوعي الإنساني مكتملة الوضوح بكل ما فيها من بطش وإحلال وتهويد لبلادنا فلسطين ودرة تاجها مدينة الله. شكرا بحجم طهر وقدسية البلاد وصبر العباد لكل من آزرنا ورفع صوتنا ورايتنا ونادى بحريتنا مبارك فلسطين. شكرا قطر، وقد أعاد مونديالك الباهي المقولة إلى نصابها. فلسطين لم ولن تغادر الوعي العربي والإنساني لأنها نبضه الحي، وسيبقى كذلك حتى الاستقلال الناجز. عاشت فلسطين وعاشت أمة العرب وعاش أحرار العالم من انحازوا لهذه الفلسطين. دكتور أحمد، في البداية قبل أن نخوض في المجال السياسي للحضور الفلسطيني الطاغي والزخم في هذه النسخة من المونديال في دولة قطر، دعنا نتحدث عن ردة فعلك أنت عندما شاهدت العلم الفلسطيني حاضراً، وأن الوعي بالقضية الفلسطينية لا زال حاضراً أيضاً في قلوب الشعوب العربية. كان ذلك مفرحاً جداً، وشعرت بفخر شديد صحيح أنه يقام هذه المناسبة العالمية على أرض عربية بتنظيم عربي، بعقل عربي، بوعي عربي، بمال عربي، وأنه هذا العقل وهذا المال وهذه القدرة وهذه الأرض أن تستغل كل ذلك وتقوم بعمل سيمفوني كامل من الإدارة، التنظيم، الثقافة، إنتاج المعرفة، استغلال الحدث، خلق منصة مذهلة كبيرة عظيمة للعالم كله لمخاطبتهم، مش بس حمل القضية الفلسطينية، لا، حمل صورة العربي، حمل الإسلام، حمل الـ 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 الإرث، التاريخ، حتى المكان اللي هو الديزرت، الصحراء، لا، الصحراء هاي أطلعت أروع الناس وأقوى الناس وأجمل الناس، أطلع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالتالي أنا شعرت بالفخر الكبير حقيقة أنه هذه الدولة الصغيرة بجغرافيتها، صغيرة بناسها، ولكن واضح أنها الكبيرة بوعيها وبرؤيتها، وأنه هذه رسالة حضارية. ولأول مرة أنا بتابع ما يجري، لأنه أنا يعني لا أفهم بالكرة القدم، ولكن لأول مرة هي لغة تفهمها كل الشعوب. هي نعم طبعاً الرياضة، ولهذا تجد بأن كل من له قضية وكل من له غاية يحضر في هذا طبعاً. نسميها قمة عالمية للرياضة. طيب دكتور أحمد، شاهدت العلم الفلسطيني خفاقاً على
أكتاف اللاعبين سواء من المنتخبات العربية أو من المنتخبات دعني أقول الأفريقية. في بعض الأحيان كان هناك بعض اللاعبين يرفعون العلم الفلسطيني. الجماهير والحاضرين لهذا المونديال، أن تكون فلسطين حاضرة في مثل هذه المناسبة الدولية هو دعم ومؤازرة للقضية الفلسطينية بشكل أو بآخر. ودعم ومؤازرة للقضية الفلسطينية، وما كان ذلك ليكون لولا المنصة العربية العالمية التي وضعت في قطر والتي سمح لها أن تكون وأن تحضر، أقصد العلم الفلسطيني والاحتفال بالعلم الفلسطيني. لأنه ليه في هذا المونديال الذي أقيم على أرض عربية أيضا سقطت فكرة النفاق العالمي، إنه نحن كعرب ومسلمين قضيتنا الأولى هي قضية فلسطين، قضية لأن فيها إهانة كبرى للوجدان والوعي، الوعي الجمعي، الوجدان الجمعي العربي والإسلامي بيقول لك أنا ما يجرحني هو فلسطين، ما يؤثر فيه فلسطين، ما يهيني هو إنه يهان قائد المسجد الأقصى. ولذلك هذا الوعي الجمعي ظهر جدا، ظهر بشكل كبير جدا جدا. ومش بس هيك، هذا الظهور، هذا الإثبات عمليا واجه فكرة إنه الغربي المستعمر يريد أن يحدد لك أولوياتك واهتماماتك ومين تحب ومين تكره. لذلك شوف اللي في المونديال هذا شو صار على أرض عربية في بلد قطر، ثقافة. وإذا شوف الغرب المستعمر أجي يقول لك إنه المثلية أو الشواذ هي قضيتنا، العرب المسلمين قال الشواذ مش قضيتنا، مش فكرتنا ولا همنا، ما يهمنا هو فلسطين. شوف شو صار في المونديال، اللي بيقول لك إنه قضيتنا الشواذ، يعني نسيوا المناخ، نسيوا الفقر، نسيوا الحروب، نسيوا الطاقة، نسيوا حرب روسيا وأوكرانيا، وركزوا على الشواذ. والعرب والمسلمين ركزوا، وحتى لأن القضية الفلسطينية قضية وجدان وحرية وقضية عدل، كل الشعوب المضطهدة وقفت معنا. صحيح. وقالت إنه مشكلتنا هي مشكلة فلسطين. لاحظ إذن في المونديال صارت في حرب، صار في مواجهة واشتباك كبير، إنه هل قضيتنا قضية العالم هي الشوال ولا قضية فلسطين؟ ليش الغرب المستعمر بده يقول لقطر، مش بس لقطر والعرب والمسلمين، إنه عليكم أن تؤمنوا بأن الشواذ هي قضية العالم؟ على فكرة هذا مش بس سقوط للفكر الغربي المستعمر، هذا نفاق، سقوط لكل الشعارات، حرية الإنسان، حقوق الإنسان، المواطني. نتحدث الآن حول الحضور الإعلامي لمختلف وسائل الإعلام من حول العالم، بحكم أنها مناسبة عالمية فمن جميع دول العالم تأتي وسائل الإعلام لتغطية هذا الحدث، ومن ضمن من غطى هذا الحدث الإعلام الإسرائيلي والصحفيين الإسرائيليين. هنالك من انتحل شخصية أو جنسية دولة أخرى فقط لكي يحصل على مقابلات، لأن كل من قابل القنوات الإسرائيلية رفض الحضور والظهور على هذه الشاشة. برأيك لماذا هذا الرفض العربي والذي اتهم في يوم من الأيام بأنه مهد الطريقة للتطبيع؟ أولاً الإعلام الغربي نفسه صدم وأراد أن ينقل صورة معينة، هي صورة نمطية عن العربي والمسلم والصحراوي، فاكتشف أنه لا مش صحيح، وأنه أيضاً بالمناسبة مونديال قطر أيضاً غير الصورة. يعني أنا أريد أن أقول ذلك وأؤكد عليه ذلك في برنامجكم بيت الكل، وهذا جميل الاسم على فكرة، بيت الكل العربي، هذا جميل. يا ريت تبقى فيك بيت كل عربي، وإن شاء الله مونديال قطر تبقى هي يعني بداية. مونديال قطر أسقط كثير من المسلمات والستيريوتايب ثينكينج اللي بسموه تفكير النمطي عن العربي بالذات، وذلك الإعلام الغربي لم يجد صيدا. نيجي على الإعلام الإسرائيلي، لا الإعلام الإسرائيلي هو أراد أنه يعني يعود إلى جمهوره بفكرة أنه العالم العربي يطبع معنا، العالم العربي يغار منا، العالم العربي يحبنا، العالم العربي ديانا، بده قوتنا، بده التكنولوجية تبعتنا. نسي أنه هذول المذيعين أو المراسلين، واحد منهم بقى قاتل، قائد سرية قاتل، يعني اسمه كوفمان أعتقد، صحيح، أحد ضباط، لا أحد ضباط. أنت قاتل، أنت جاي وتقاتل حوالي 200 شخص فلسطيني، وكل يوم تقتحم الأقصى اللي هو يشكل وجدان العالم العربي والإسلامي، بده الناس يقول لك أهلا وسهلا؟ هل تتوقع أن يقول لك أهلا وسهلا؟ لذلك في مونديال قطر أيضا سقطت فكرة التطبيع الجمعي
سقطت. سقطت فكرة اندماج إسرائيل في المنطقة، سقطت. سقطت فكرة إنه إسرائيل هي الأفضل، هي الديمقراطية الأفضل في المنطقة، لا. وسقطت فكرة إنه أنت تتميز علينا بإشي إطلاقا، أنت لا تتميز علينا بشيء. العرب والمسلمين عندهم منظومة أخلاقية مذهلة تقوم على التعاون والتعارف والتسامح والتفهم والتعددية. أنت كإسرائيلي محتل، أنت ضد هاي الأفكار كلها، ضد هاي القيم. إذا ليش 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 أحس إن أنا أقل منك؟ في مونديال قطر العالم العربي أثبت إنه قادر، وإنه يستطيع إنه يستطيع أن يقول كلمته، يستطيع أن يقول شعاره، وبالتالي الإسرائيلي صار عنده تفصيل صغير. أنت مش أحسن ولا أفضل ولا بتبيعني في ضاع أحسن اللي عندي. هذا كلام جميل. انت ما بتبيعني كأني شيء احسن من عندي، انا عندي منظومه اخلاقيه وانا عندي قدره على التنظيم وقدره على التوحد وقدره على الفعل، انت شو بتعمل يعني؟ شو بتضيف علينا؟ الاسرائيلي هو يبيعنا، يظلنا متفككين، بيسيطر علينا اذا حسينا بالانبهار بالدونيه. لا، في كنت مونديال قطر ربما كان هذا الحضور الجماهيري، الحشد الجماهيري، الرغبة في القول إنه حاضرين ونحن نساهم في الحضارة البشرية، نساهم في الفعل البشري، كان جميل للرد على الإسرائيلي إنه أنت لا تتميز علينا بشيء، بالعكس نحن ننظر إليك لأنك قاتل، تاني مش أحسن منا بالمرة ولا تبيعنا بضاعة ما بيداش إياها أصلا. أخيرا رسالة قصيرة لبرنامج بيت للكل الحاضر في كل من العراق والأردن ومصر وفلسطين. أنا كلمة بيت الكل حبة جدا حبة، وأنا إحنا الفلسطينيين بإذن الله وحدويين جدا، إحنا أكثر ناس عندنا مشاعر قومية، نحب اللمة، نحب الجمعة زي كل شعوبنا، بلاد الشام والعراق هاي بلادنا، ومصر حبيبتنا وأختنا شقيقتنا الكبرى اللي دائما بنعتمد عليها، ومن هيك بنريح راسنا على جدار المصري والكتف المصري، انا احبانا هاي محيطنا على فكره، احنا هاي البلاد، احنا اللي تصدينا للغزو البيزنطي والغزو الصليبي والغزو الاستعمار الغربي الحديث، هاي البلاد، هاي بلادنا، هي اللي تصدت لكل هؤلاء، وما زلنا نفعل ذلك، ما بديش نفعل اكثر من هيك، لانك هاي بلادنا اللي تصدت لكل المخاطر وحافظت على العروب والإسلام. نعم. حافظت على العروب والإسلام، حافظت على المساجد، حافظت على الكنائس، حافظت على الأقليات، حافظت على الثقافة، حافظت على الكتابة. لا، هذا بيت الكل، هذا بيت الكل، هذا بيت قضية واحدة وهم واحد ووطنية واحد ووصير واحد. بكل تأكيد. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث والمفكر الدكتور أحمد رفيق عوض على هذه المشاركة معنا في برنامج بيت للكل، وأشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وعودة إليكم زملائي. نسلط الضوء من أجل بقع جميلة لهذا المونديال حقيقة. خلوني أستضيف في هذا اللقاء الإعلامي العراقي محمد صبري، يتحدث بأدق التفاصيل عن مونديال كأس العالم في قطر. حقيقة العرب اليوم فرحون من أجل التنظيم العالي لكأس العالم. بالبداية خلنا نأخذ من عندك كلمة جميلة عن هذا المونديال، ما هي الأشياء المفرحة؟ بداية هذا المونديال مختلف بكل المقاييس، مختلف على مستوى أن تكون دولة عربية مسلمة قادرة على تنظيم حدث عالمي كبير بهذا القدر. الكل يعرف أن مونديال كأس العالم أو بطولة كأس العالم تعتبر هي البطولة الأكبر على مستوى الكرة الأرضية، وهذا المونديال الذي جاء إلى المنطقة العربية، إلى الشرق الأوسط، إلى دولة قطر، كان مونديال مختلف على كل المقاييس، على مستوى التنظيم وجودة التنظيم، على مستوى الحضور الجماهيري الكبير، وبالتالي شاهدنا أن كل الجمهور العربي كان قادرا على الوصول إلى قطر ومشاهدة المباريات نتيجة التنظيم الجيد الذي قامت به قطر لاستقبال الجماهير العربية. نتحدث، ذكرت أنت حضرتك الجمهور، اليوم مشهد مفرح، نشاهد العرب على مدرجات الملاعب في هذا المونديال مساندة للمنتخبات العربية رغم بأن منتخباتهم ما مشاركة. نعم. علاقات
اجتماعية توطدت من خلال هذا المهرجان، هذا أيضا مسج آخر. بالفعل لو تلاحظ أن الجمهور العربي لم يجتمع بهذه الكيفية وبهذه الصورة في أي بطولة مرت خلال السنوات السابقة، وبالتالي شاهدنا الجمهور العربي من كل دول الوطن العربي حاضرة إلى قطر إلى المونديال لمشاهدة مباريات كأس العالم بشكل عام ومباريات المنتخبات العربية. هذه الصورة لم تكن موجودة في جميع البطولات التي حدثت، حتى على مستوى البطولات القارية والبطولات التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، لم تكن حاضرة بهذه الجودة وبهذه القوة بالنسبة للجمهور. شاهدنا الجمهور القطري يتفاعل مع المنتخب السعودي، شاهدنا الجمهور السعودي يتفاعل مع المنتخب القطري، هنالك المغرب وتونس تتفاعل مع المنتخب القطري والسعودي، وهذا ما ميز هذه النسخة فعليا من كأس العالم. ما هي الإمكانات بالاستفادة من هذه التجربة الكبيرة لقطر على مستوى القادم؟ شنو أحلامنا وطموحاتنا بأن تكون على صعيد العلاقات، على صعيد التنظيم؟ شاهدنا اليوم توحد العرب من خلال مونديال لكرة القدم، ابتعدنا عن السياسة كثيرا واقتربنا بالأخوة وقضية العروبة الواحدة بالتجمع من خلال هذا المونديال. أحمد، لو نشاهد أنه الوطن العربي من خلال هذه البطولة كان هنالك لوحة فنية جميلة للجمهور ولاستقبال قطر لهذه الجماهير وتفاعل حتى الجمهور العالمي مع ما موجود في دولة قطر. إذا ما الجمهور يعرف أن كان هنالك تخوف كبير من حضور الجماهير العالمية إلى قطر باعتبار أن هذا البلد مبهم، هذا البلد بلد إسلامي، بلد عربي، وبالتالي كان هنالك تخوف كبير. عملية اختلاط الجماهير الغربية مع الجماهير العربية كان واضح وبقوة في هذه النسخة من كأس العالم، وبالتالي هذه النسخة لمونديال قطر سوف تكون معيار لكل البطولات التي قد تكون قادمة إن كانت على المستوى القاري وحتى على المستوى العالمي. الآن الكل ينظر إلى بطولات كأس العالم المقبلة، كيف سوف يكون التنظيم لهذه البطولات قياسا بما قدمته قطر من تنظيم لهذه البطولة. عملية استقبال الجماهير حتى على مستوى عملية دخول الجمهور إلى الملاعب والخروج كان هنالك ترحيب كبير من كل الجماهير بأن لا يكون هنالك ازدحام، تدافع، أحداث وقرارات أخرى كان لها تأثير كبير على جودة المباريات وجودة حضور الجمهور لهذا المونديال. سمعنا من خلال هذا المهرجان أيضا ومن خلال يعني المونديال والمهرجان الكبير نقول حقيقة، لأن نفتخر كعرب بما قدمته قطر. المسجات الأهم لبلد إسلامي، كانت هناك أشياء إيجابية بأن تعكس صورة الدين الإسلامي الحقيقية اللي هي محبة الآخر، اختلاف اللون والشكل والعرق والطائفة لا يهم في هذه التجمعات، وأيضا الدين الإسلامي هو دين التسامح، وسمعنا أيضا حتى برفع الأذان من خلال فترات طويلة على المدرجات بأجمل أصوات المؤذنين. نعم، هنالك من حاول أن يستغل هذه الجزئية في عملية إبعاد قطر عن التنظيم لهذا المونديال. هنالك من قال بأن الإسلام صورته مشوهة أمام الجميع، هنالك ما يحدث في المنطقة من حروب، هذه الأمور سوف تؤثر على تنظيم هذه البطولة. ولكن عكست قطر من خلال التنظيم، من خلال استقبال هذا المحفل العالمي، صورة جميلة وباهية للدين الإسلامي، للتسامح، لعملية التعايش ما بين المجتمعات. هنالك من كان يرى بأن الإسلام هو إسلام متشدد، الآن ما شاهد هذا المونديال ومن تواجد في هذا المونديال من كل بلدان العالم رأى بأن الإسلام دين متسامح، دين يقبل الآخر بشكل كبير، وبالتالي كان هنالك تفاعل مع هذا الموضوع. أريد أن أضيف جزئية مهمة جدا، كان هنالك قرار من اللجنة المنظمة في مونديال قطر بمنع شرب الكحول أو إدخال الكحول إلى مدرجات الملعب. هذا القرار قبل البطولة كان قرار مستهجن من كل الجماهير العالمية، ولكن عند
ما وقع هذا الموضوع بالفعل في المونديال رأينا هنالك ترحيب كبير من كل الجمهور الغربي والأجنبي لهذا القرار، مما أثر كثيرا على جودة المشاهدة داخل أرضية الملعب. من خلال متابعتك للحدث الرياضي، هذه بقعة ضوء إيجابية بالنسبة لقطر، ما هي؟ ليس فقط لقطر وإنما لكل الوطن العربي. والوطن العربي، ما هي الإيجابيات الأخرى من خلال تسليط الضوء عليها لهذا المونديال؟ هذا المونديال شهد على الجانب الفني بروز المنتخبات العربية بمستوى مميز. الكل كان ينظر إلى المنتخبات العربية بأنها منتخبات لا يمكن أن تنافس في هكذا بطولة عالمية لجودة المنتخبات العالمية، ولكن شاهدنا المنتخب السعودي قدم مباريات مميزة ومستوى مميز في هذه البطولة، شاهدنا المنتخب التونسي الذي قدم مباريات على مستوى عالي، وحتى المنتخب المغربي الذي قدم مستوى مميز في هذه النسخة. إضافة إلى هذا الجانب، رأينا أن هذه البطولة اختلفت حتى على مستوى التهديف في المباريات، وبالتالي شاهدنا كمية كبيرة من الأهداف، شاهدنا كمية جميلة من الأهداف، وهذا المونديال مختلف تماما التي جاءت قبل هذه النسخة. بعد هذه النسخة حقيقة العراق أيضا يتهيأ لاستقبال بطولة خليجية عربية في بصرتنا الفيحاء، هل تمكن أو يتمكن العراق أيضا بصنع بقعة ضوء أخرى للوطن العربي من خلال تنظيمه على مستوى عالي واستقبال المنتخبات العربية المشاركة في هذا أو هذه البطولة؟ بطولة خليجي 25 في البصرة إن شاء الله قد تكون بطولة مختلفة عن البطولات السابقة. العراق يبحث عن عودة العراق إلى المسار الصحيح من خلال تنظيم هكذا بطولات. هنالك توجهات وهنالك بالفعل أمور إيجابية حدثت خلال الفترة الماضية، منها اختيار شركة متخصصة لإدارة وتنظيم هذه البطولة، شركة عالمية متخصصة لإدارة هذه البطولة، هنالك دعم حكومي كبير لهذه النسخة، وبالتالي الاستفادة من مونديال قطر على مستوى التنظيم في بطولة الخليج قد يكون نافع جدا للعراق بأن يعود إلى ساحة الساحة القارية وحتى العالمية من خلال استقبال هكذا بطولات، وبالتالي نشهد أن هنالك اهتمام وقدرة لدى العراق على إنجاح هذه البطولة لأنها المفتاح الرئيس للعودة إلى مسار التنظيم في البطولات المقبلة. خليني أستثمر من خلال هذا اللقاء وأيضا أنت الإعلامي الرياضي والمتابع لهذا الموضوع، برأيك من سوف يأخذ كأس العالم في قطر؟ أي فريق ترجح أو أي منتخب؟ عملية الترجيح هي صعبة نتيجة أن كرة القدم لا تعرف مستحيل ولا تعرف توقعات، إنما من ما يقدم في أرضية الملعب هو الفيصل في هذا الموضوع، ولكن سيناريوهات مختلفة في هذه البطولة نتيجة أن هذه البطولة كما قلت أنها مختلفة على كل الأصعدة، ولكن أنا أتوقع من وجهة نظري حسب المستوى الفني المقدم فإن منتخب البرازيل سوف يكون له شأن كبير في هذه البطولة، من الممكن أن يكون في المباراة النهائية. إذا من خلال هذه الدقائق أيضا وبرنامجنا العربي، ماذا تود أن تقول لكل متابعينا في هذا البرنامج من خلال القنوات الأربعة العراقية والمصرية والأردنية والفلسطينية لمتابعي هذا المونديال؟ بداية نوجه التحية لكل الجمهور العربي بشكل عام وجمهور الأشقاء في مصر وفلسطين والأردن، هذا الجمهور التواق لمشاهدة العرب متحدين حول شاشة واحدة حول بطولة واحدة، هم بحاجة إلى أن يتوحدوا على مستوى كل الأمور الإيجابية التي من الممكن أن تجمع الوطن العربي، وبالتالي نرى الوطن العربي متجمع من جديد من خلال هكذا برامج مهمة وفعالة ومشاهدة الجمهور لهذه البرامج إن شاء الله. شكرا لهذا التفاؤل الكبير بالنسبة لوطننا العربي وبلداننا العربية لجماهيرنا شعوبا وأيضا حكومات. شكرا جزيلا لك وللجمهور العربي بشكل عام والجمهور العراقي بشكل خاص. شكرا لك. شكرا جزيلا. سيبقى مونديال قطر 2022 مساحة ضوء عربي استثنائية، ليس فقط عبر الشعور بالاعتزاز مع الفرق العربية التي حققت مفاجآت ولحظات فرح
ونشوة ختمتها تونس بعد السعودية والمغرب. أعلام في كل شوارع المدن العربية، أفراح في المدرجات وأفراح في البيوت، لحظات ستبقى للذكريات. اللقاء مع الدكتورة ميساء الرواشدي رئيسة قسم علم الاجتماع في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتورة. بداية، المونديال في قطر 2022 عكس ثقافة عادات عربية، هل كانت هذه الثقافة ظاهرة للغرب أم لا؟ أولا أنا أوجه شكري لدولة قطر على هذا الإنجاز الكبير الذي حققته من خلال تنظيم هذه يعني مهرجان عالمي. صحيح هي مناسبة رياضية لكن أيضا عكست جوانب أخرى مهمة. كانت فرصة مهمة لدولة قطر أن تعبر عن التراث الحضاري العربي بشكل واضح وعن القيم والعادات العربية الأصيلة. لا شك أنت لا تستطيع أن تعرف ثقافة مجتمع إلا إذا تمكنت من زيارته أو سنحت الفرصة أن تتعرف عليه من خلال محفل علمي اجتماعي، مناسبة، مهرجان. وكانت الفرصة في دولة قطر أن تجمع العالم كله وأن توضح أمام الجميع من هم العرب وما هي القيم العربية الأصيلة وكيف يفكر المواطن العربي. هناك كان صورة نمطية عن المواطن العربي قد تتسم ببعض الرجعية وأحياناً الإرهاب، لكن قطر استطاعت أن توضح قيم السلام، المحبة، الفكر المتوازن المتسامح، تقبل الآخر، وأيضاً عكست هذا التراث الحضاري العربي بأجمل أشكاله. صحيح. نحن نفتخر بلباسنا التقليدي ونفتخر بطعامنا الفلكلور العربي الذي لاحظنا من خلال كثير من الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إقبال الغرب على هذا اللباس والتصوير والتصوير فيه، إقبالهم على بعض الأكلات الشعبية، وأيضا انبهارهم بالتنظيم. يعني المواطن العربي مواطن منظم، مواطن يتبع القانون، يحترم القانون والتعليمات، وظهر ذلك واضح يعني في دولة قطر. فاجتمع العرب واجتمع الغرب في قطر واستطاعوا ان يعكسوا صورة بهية وجميلة عن الحضارة العربية. فعلا دكتورة، كانت الصورة هي إيجابية فقط عند النظر، وايضا بالنظر الى المدرجات كانت الأعلام متواجدة لكل البلدان العربية. نتحدث عن العراق، بغداد، مصر، القاهرة، وفلسطين التي كانت حاضرة بأعلامها عبر المدرجات. كانت الفرصة لإرسال رسالة أيضا. صحيح. من خلال هذا الموضوع، يعني أي مناسبة عالمية هي فرصة أن ترسل رسائل تتعلق بقضايا مهمة، قضايا سياسية وقضايا اجتماعية. وكان مونديال قطر يمكن القضية الرسالة الأولى والأهم هي رسالة سياسية أن العالم العربي هو عالم واحد. فلاحظنا وجود معظم رؤساء الدول العربية في افتتاح المونديال، وهو على اعتبار وكأنه قمة عربية كانت بمناسبة رياضية. أيضا الإعلام العربية كانت حاضرة، هذا التضامن العربي الكبير في تشجيع الجماهير العربية، شجعنا السعودية وشجعنا تونس، ونحن فرحين بوصول وتأهل المغرب، وسيبقى هذا الدعم متواصل في كل بيت عربي للمواطن للمنتخب العربي الذي يشارك بالمونديال. أيضا فلسطين القضية الأولى والأهم لدى كل مواطن عربي كانت حاضرة، واستطعنا أن نوصل رسائل كبيرة بأنه علم فلسطين موجود لكن علم الاحتلال العدو الإسرائيلي هو غير موجود. وكانت أكبر رسالة استطاعت قطر أن توصلها للعالم بأن هناك قضية وهناك وطن مغتصب وهناك ظلم واقع على مجتمع كبير مثل هذا المجتمع الوطن العربي بأكمله. أيضا هناك كثير من القضايا الاجتماعية الدينية وأيضا القضايا العالمية التي أخذت جدل كبير في المونديال، ومنها قضية أعلام المثليين التي منعت بأن تكون موجودة وظاهرة في الملاعب وفي دولة قطر. صح. وهذا شيء نحيي دولة قطر إن احترمت الثقافة العربية والإسلامية. وأيضا هناك كثير من الدول العالمية الغربية هي ترفض وجود المثليين. لا شك دكتورة، رمزهم يعني. صحيح، لا شك دكتورة بأنه هناك احترام للقوانين. وبالعودة إلى نقطة القضية الفلسطينية وعلم فلسطين، ذكر مدرب المنتخب البرازيلي بأن عدد البلدان المشاركة هي 33 دولة وليس 32 دولة. علم فلسطين كان حاضرا بالرغم من عدم تأهل فلسطين ومشاركتها في المونديال. كانت هذه الفرصة هي فرصة عربية، والآن نتحدث عن قوانين، احترام قوانين، وكان هناك خوف قبل بدء المونديال من الانفتاح الذي ممكن أن يكون حاضرا في المونديال، ولكن
كان هناك احترام والتزام بقواعد وضعتها قطر. نعم، مثل ما نحن نحترم قواعد وثقافة المجتمعات الأخرى، فعندما نزور أي دولة غربية نحترم عاداتهم وتقاليدهم، وإن كنا نرفض بعضها لكن لا نعبر عن ذلك بطريقة غير لائقة. وكذلك الغرب أيضا يعني أبى أن رفض، هو عليه أن يحترم هذه القيم العربية الأصيلة. وكثير من المقابلات التلفزيونية التي شاهدناها تعبر عن مدى احترام المشاركين في المونديال والمشجعين من دول العالم الغربي المختلفة لقيم وعادات المجتمعات القطرية العربية، ومن ضمنها دولة قطر. وكانوا يعبروا عن انبهارهم بأهمية يعني بطريقة التنظيم، وكيف المواطن العربي هو مواطن يحترم القوانين ويحترم التعليمات ويحترم ثقافة الآخر وتسهيلات الكرم العربي، التعاون الذي يعني أبداه العرب في مساعدة الأجانب في دولة قطر، سواء كان من خلال يعني استضافتهم أو أن يشاركوا بعملية الإشراف على المونديال. وهناك أيضا أردنيين، نعرف أنه كثير من الشرطة الأردنية وقوات الأمن العام مشاركين في تنظيم هذه الفعالية العالمية المهمة. فهي فرصة لأن نعبر عن هويتنا العربية، نعبر عن ثقافتنا، ونعبر عن الذات العربية مقابل الآخر. فكانت المونديال ليس هو مونديال فقط لكرة القدم، وإنه مونديال للأخلاق. نعم. للقيم، للثقافة، لكثير من الاعتبارات التي كنا نتمنى أن يكون هناك فرصة لنصلها للعالم. صحيح. فكانت الرسالة من خلال مونديال قطر. نعم. للعالم ككل. نعم. دكتورة، إذا نظرنا إلى المدرجات في المونديال كانت هناك فرصة أيضا لرفع شعارات إنسانية، شعارات تدعو إلى المحبة، إلى التضامن، ولربما أيضا كان هناك شعار قد رفعت يعني مشجعة كندية ذكرت بأن هذا المونديال هو مونديال عائلي. شكرا الشيخ تميم، هذا المونديال هو مونديال عائلي. فعلا كان مختلف وكان عائلي. إذا نظرنا إلى المدرجات، هل برأيك هناك أيضا فرصة بعد هذا المونديال لاختلاف الوضع في الشرق الأوسط في الوطن العربي؟ لربما النظرة اختلفت الآن، ولربما هناك فرص أيضا قادمة. نعم، هناك حالة من التضامن العربي انعكست من خلال المونديال. هنا نحن كمجتمعات عربية مجتمعات متجانسة متشابهة بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، لكن قد نكون ابتعدنا نوعا ما، يعني انغمسنا كل في مجتمعه. جاء المونديال ليوحد هذه المجتمعات العربية تحت مظلة العالم العربي الواحد. الفخر والاعتزاز الذي ينتابني كمواطنة أردنية لا يقل عن أي مواطن عربي آخر، سعودي، قطري، بحريني إلى آخره. فهو فعلا هو عائلي، نحن عائلة عربية واحدة كبيرة. وأيضا حتى الأسرة العربية استطعنا أن نصل لأبنائنا الأطفال والمراهقين رسائل حول قطر، من وأين تقع دولة قطر، ما هي دولة قطر، ما هو الخليج العربي، ما العلاقات التي تربطنا، ما هي العادات والتقاليد المتشابهة، إنما كان هناك خوف. نعم، بالعكس أنا لاحظت أنه هي فرصة كانت للاجتماع، للالتقاء، لتقارب وجهات النظر. وأصبحنا نطمح جميعا لزيارة قطر، يعني صح. أصبحت الآن قطر هي مطمح سياحي جديد، مثل ما يرغب البعض في زيارة تركيا، في زيارة بعض الوجهات السياحية. نعم. أصبحنا نطمح لزيارة دولة قطر الشقيقة حتى يعني نرى عن قرب هذه المعالم الحضارية التي تمت من خلال مونديال 2022. دكتورة، كانت في أعلى المعايير، وهذه رسالة بأن الرياضة تجمع ولا تفرق، وبنفس الوقت هي لغة، يعني لغة الكل عالمية. قادر أن يفهمها. تحديدا أيضا من واقع المونديال وما حدث مع المنتخبات العربية التي لربما تفاجأنا يعني في هذا الأداء الرائع. صحيح. خلال هذا المونديال رأينا أيضا التضامن العربي في تشجيع المغرب، تونس، أيضا السعودية. حدثيني أكثر عن هذا الموضوع. قد تكون هذه المباريات التي يعني ربحها بعض المنتخبات العربية هي وقفة لاسترجاع الثقة بالنفس. يعني استطعنا أن نكسب بعض، يعني السعودية فازت على الأرجنتين، ونحن ندرك الأرجنتين هي أحد الدول التي كسبت كأس العالم في السنوات الماضية. يعني عنديش كتير معلومات عن الرياضة لكن هيك اللي عرفته. وهذا بنفسه يعني هذا بحد ذاته هو حالة من حالات يعني استرجاع الثقة بالنفس، ونحن قادرين على أن ننافس
وستكون إن شاء الله المونديالات القادمة حضور المنتخبات العربية قوي أكثر صحيح. من هاي، وهي تجربة بصيص أمل لتبادل نعم. الخبرات ولمعرفة أين نقع نحن على الخريطة الرياضية العالمية نعم. وهو بحد ذاته هذا شيء رائع فعلا. بما يتعلق بحالة التضامن، العربي بطبعه متضامن مع العربي، يعني حتى إن لم تكن هناك مونديال وكان مباريات عادية أنت يعني تشجع المنتخبات العربية بشكل تلقائي، يعني لا يوجد هناك حتى مجرد وقفة للتفكير عندما يلعب أي منتخب عربي مقابل أي منتخب آخر، نحن لا شعوريا يعني، وهي فطرة يعني وهكذا هي الحياة، سنشجع المنتخبات العربية. وأيضا نحن في الأردن مثلا، يعني نحن في الأردن ما يميز المجتمع الأردني أنه مجتمع فسيفسائي لكنه متجانس بنفس الوقت، لدينا جاليات عربية تعيش معنا ويعني في تجانس انصهرت في بوتقة هذا المجتمع العربي وأصبحت جزء من مجتمعنا الأردني. وبالتالي يعني عندما نشاهد هذه المباريات، أنت لما بتروح لمقهى أو لصالة العرض أنت تشاهد العربي العراقي المصري نعم. الكويتي أرض المونديال انتقل يعني إلى كل جامعة من الخليج صحيح. فيعني ألمح ملامح السعادة والفخر والنشوة والاعتزاز بالعروبة، وهذا هو ما كنا يعني نحتاجه ونفتقده منذ زمن طويل صح. فنشكر قطر يعني إتاحت هذه الفرصة لأن نسترجع هذه الثقة ونشعر بهذه المشاعر التي قد تداعب كل مواطن عربي، وحتى أبنائنا يعني حتى أطفالنا أصبحوا يعني يرفعون أعلام قطر. وكنا زمان مشجعوا، كانوا بعض المنتخبات مدريد وبرشلونة وكان لها شعبية أكثر عند المراهقين واليافعين، الآن صرنا نلاحظ أنه هذا المراهق يرفع أعلام عربية، يرتدي قميص المنتخبات العربية ويعتز بعروبته، وهو مدعاة للفخر بأن نشكر، وأيضا مدعاة نشكر دولة قطر الشقيقة نعم. على ما قدمته خلال هذا المونديال. نعم أكيد. إذا شكرا لقطر وشكرا لك الدكتورة ميساء الرواشد على كل ما تعطينا عليه حول مونديال قطر 2022. إذا في نهاية حلقتنا من بيت للكل نؤكد بأن قطر كانت بيت للكل وكانت حاضرة بأعلى المعايير في هذا المونديال. شكرا لكم على متابعتكم حلقتنا من بيت للكل، نراكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.